هيأت النساء بخورهن أعواد الياس، وصون الشموع ارتفعت على كف كل واحدة، ومعها ارتفعت أكفهن بالدعاء لله بعودة أبنائهن سالمين من حربهم ضد مسلحي تنظيم داعش. الأمنيات تعددت وتنوعت برغبة كل امرأة أن ترى زوجها أو شقيقها ينعم بالأمن والسلم. أتمنى من رب العالمين يوفقنا للجميع والحشد الشعبي وهاي الدنيا الأمان والسلام، ويفك هالغمة على الأمة يا رب العالمين، ويستر على الشعب العراقي وعلى أمة محمد. تردد هذه المرأة الكبيرة في السن قرب مقام سيد إدريس ببغداد: يا زكريا عودي علي. ويحتشد عدد كبير من العائلات هنا في الأماكن المقدسة مع الحنة في دعوات لتحقيق الأمنيات. زكريا عود عليكم وعلى الكادر الفني وعلى العراق بخيرا وعافية محمد وآل محمد. الله يجعل أيامنا كلها مسرات وفراح مع قفنا على شمام المعصومين. اللهم من طالب مراده إن شاء الله يطي مراده، وإن شاء الله في شبابنا شباب القاسم بن الحسن. أما النوادي العائلية ببغداد فهي لم تكن بعيدة عن هذه الطقوس الشعبية لاحتفالات زكريا ليلة الأحد الأولى من الشهر الهجري شعبان. تعرفين الصينية والشموع وأمنيات تصير يا ربي. طبعا أنا هسه كلش فرحانة لأنه دا أشوف أحس بالأمان هنا، باعتبار هنا النادي يعني محتفلين احتفال كلش حلو، ما توقعت هيك راح أشوف الناس بهاي الفرحة. بغداد الظل هي بغداد الفرح والسعادة والشعراء، وإن شاء الله نحن السند القوي لجيشنا الباسل في محاربة لقوات لهذه التنظيمات الظلام داعش. تبدو هذه الأعياد الشعبية فرصة لأجواء بغدادية تراثية تتيح للعائلات البغدادية قضاء وقت خاص واللقاء بالأقارب مع أصوات التواشيح الدينية والدفوف. الناس يعني تتوسم أو تطلب المراد والأمنيات في هذا، خاصة العواقر يعني منهم نعم تيمنا بيحيى وزكريا عليهم السلام. فالحمد لله والشكر، هذا دليل أنه الشعب العراقي شعب حي محب للحياة برغم الظروف الصعبة. ويحصل مرادك يا طه دخيلك، أتمنى أجيلك. في هذا العام مثلما كل عام يعيش البغداديون احتفالاتهم الشعبية الخاصة بإحياء طقوس زكريا، وفي هذه الليلة مثلما كل ليلة في الأعوام الماضية يحتفلون عبر مطالبهم الخاصة والعامة وسط أجواء من المباهج وحضور العائلات. صبرين كاظم، الحرة، بغداد.